أريد بناء مسجد من نقودي الخاصة، فهل يلزمني إخبار زوجي بذلك مع علمي أنه سوف يرفض أم أخبره وأبني حتى لو لم يوافق؟ إذا كان المال مالك خاصة فلك أن تتصرف فيه ولو لم يأذن زوجك، ولكن التفاهم معه من أجل تطييب نفسه هذا أحسن. وأما أن لك الحق بأن تتصرف بمالك بناء مسجد أو غيره فليس له اعتراض على ذلك، ولا يحق له الاعتراض لأن الإنسان يتصرف في ماله. ولكن من باب حسن العشرة والمفاهمة قولك تراجعينه في ذلك لتطيب خاطره أحسن، وإذا منع فليس له الحق في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.